وفد من الشرطة العسكرية الروسية يجتمع مع وجهاء من السويداء قادما من قاعدة حميم من روسيا في اللاذقية على خلفية الاشتباكات الأخيرة بين حركة رجال الكرامة وقوة الفجر التابعة لقوة النظام بزعامة راجف الحوض. الشيخ ليث البلعوس نجل قائد حركة رجال الكرامة الراحل وحيد البلعوس تحدث للوفد الروسي عن أوضاع السويداء الأمنية وأنشطة الميليشيات الإيرانية فيها داعيا الروس لتقديم دور أكبر في المنطقة. احنا عم نتعامل مع روسيا كضامن للطائفة الموحدين الجروز، ضامن لهذه الطائفة. مثل ما دخلت روسيا تفرض سيطرة وتنهي الخلافات والصراعات الموجودة، احنا نرفض التواجد الإيراني بالجنوب لأنه سبب لدخول المخدرات، سبب لتفشي العصابات بالبلد، وسبب للقتل والشيء اللي عم يصير بالبلد وللفقر والتعجيز اللي فيه. وإلى جانب إخراج الميليشيات الإيرانية من السويداء، قدم الشيخ البلعوس مطالب أخرى للوفد الروسي، منها رفض ذهاب أبناء السويداء للخدمة في قوات النظام، واعتبار أجهزة النظام الأمنية عدواً لطائفة الموحدين الدروز، وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء المنطقة، ورفض سياسة التهجير الممنهج نتيجة الحرمان من لوازم الحياة، والسماح بوصول مساعدات دولية، ورفض الإشاعات التي يروجها النظام عن نية السويداء الانفصال عن سوريا. لا أرى أي أهمية تذكر لهذه الزيارة وما قد يتمخض عنها من نتائج قياسا باللقاءات والاجتماعات السابقة التي تمت بين الروس ونفس الفعاليات المدنية والدينية في المحافظة، فلن يقوم الروس بالوفاء بأي تعهد من تعهداتهم السابقة، مما جعلهم فاقدو المصداقية لدى غالبية مجتمع السويداء وفعالياتها. في المقابل، فإن الوفد الروسي الذي يترأسه نائب قائد الشرطة العسكرية قال إنه سينقل المطالب إلى قياداته ثم غادر المنطقة وفق ما ذكرته شبكة السويداء 24 التي أشارت إلى أن الزيارات الروسية عادة ما تكون لتقييم الأوضاع والاستماع لوجهة نظر الجهات الفاعلة، لا للبحث عن اتفاقية جديدة في المنطقة أو للتفاوض على قضايا معينة.